مرحبا فيكم مشاهدي ام تي في مع منافسات الجولة التاسعة من دوري الفا لكرة القدم من مجمع فؤاد شاب الرياضي بجوني بحالته جديدة بهالموسم. الملعب المعتمد من فريق الراسينج رح نتابع المواجهة المنتظرة اليوم بين فريق النجمة المتصدر وفريق الراسينج صاحب المركز الثامن. بسرني رحب بسود التحليل اليوم من الملعب بالكابتن هيثم زين، نجم ومهاجم منتخب لبنان السابق وفريق النجمة وتضامن الصور سابقا وفريق البحرين البحريني ايضا. كابتن هيثم اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. اليوم بدنا نحكي، يعني اكيد انت حضرتك لاعب سابق بفريق النجمة، احد ابرز المهاجمين، انا شاهد على نجوميتك كابتن مع المنتخب ومع فريق النجمة ومع خاصة فريق تضامن الصور. بدنا نستفيد اليوم بخبرتك لنحكي عن هالمباراة، نحلل وضع فريق النجم اليوم اللي تحسن بالفترة الأخيرة، بينما الراسينج يعني بعده مستوى متفاوت. اليوم على أرض الراسينج فرجينا أنه قادر يعمل شيء عندما واجه نادي العهد على الملعب هيدا. صحيح، هلا نادي النجمة بتعرف في المباراة السابقة اللي فاز فيها على نادي الصفا بنتيجة 4 أهداف أعطته معنويات، كل العالم كانت تحكي قبل أنه نادي النجمة عم بيفوز بس ما عم بيقدم أداء. بهيدا الماتش أعطى شيء كتير منيح، عمل كرات كتير حلوة، نوع بطريقة اللعب بالكرات العرضية من نص الملعب، صح، فأعطى ثقة للعالم والناس اللي عم تحضر. اليوم النجم عم يلعب بنفس التشكيلة تقريبا، ما في تغييرات بالتشكيلة، خط الدفاع هو ذاته، بالعكس عودة علي حمام يلي هي كتير إيجابية وكتير مهمة. بنص الملعب عم يلعب باثنين ارتكاز اللي هن نيانج وعلي بزي، بيلعب قدامه نادر مطر يلي هو ممول لحسن معتوع على جهة الشمال، أبو بكر المال على جهة اليمين، والمهاجم ابو بكر اللي قدم مباراه كثير كبيره. صحيح، مع الصفا بالجوله التانية. صحيح، اذا لاحظت حتى انه سجلوا هدفين كثير رائعين من كرات عرضيه، هيدا المهاجم يلي بيطلبه. يعني انا كمهاجم بطلب انه كرات عرضيه، بطلب كرات بينيه لحتى اقدر بين وسجل، وهيدا اللي عمله المهاجم. نعم، اليوم مثل ما بتقول عوده علي حمام يعني رح يساند اكثر هجوم فريق النجمه بهالمباراه. بهالوقت عم نشوف دخول الفريقين، فريق النجمه بتياب الانبيديه التقليديه وفريق راسينج بتياب البيضاء. قبل ما نحكي نرجع عن فريق النجمه، الراسينج اليوم رح نشوف تشكيلته كمان معك كابتن هيثم. الراسينج عم يلعب بطريقه 4-2-1-2-1، يعني هي مثل تقريبا طريقه النجمه يلي عم يلعب بالسيد على جهه اليمين اللي هو مكلف بتصور بمراقبه حسن معتوق، عم يلعب صادق واندريه الاجنبي، وعم يلعب فحص، عم يلعب طحان وطارق اثنين ارتكازي من نص الملعب، قدامهم عم يلعب السباعي، عم يلعب سلطان حيدر على جهة اليمين اللي هو موهبة وهو إمكانيات عالية وإن شاء الله الله يوفقه بهذه المباراة، عم يلعب على جهة الشمال سيد سعيد اللي هو غني عن تعريفه الكابتن طبعا، وعم يلعب المهاجم إيمانويل. إيمانويل عم يمتاز بسرعة كتير صحيح جيدة. صحيح، ليك الراسينج اليوم حيلعب، أنا بعتقد كابتن رضا عنتر حيلعب اليوم بطريقة دفاعية، حيسكر ملعبه، حيحاول يشيل حسن معتوق ويعتمد على هجمات المرتدة، ويعتمد على هجمات المرتدة مثل ما صار بماتش العهد. صحيح، يلي قدروا من قبل نص الملعب، بتذكر يوسف الحاج لعب طابة طويلة للمهاجم، انفرد من نص الملعب وسجل، تقدموا 2-0. إذا كان النادي النجمي بهيدي المباراة متقدم كتير وفاتح ملعب يعني وما عمل حساب للهجمات المرتدة، يمكن حتكون الأمور صعبة. يعني بتوقع اليوم مباراة مش سهلة لفريق النجمة بملعب فؤاد شهاب بجوني. طول ما الراسينج عم يلعب بطريقة دفاعية عم يسكر ملعبه والنجمة ما قدر يسجل هدف، الأمور عم بدها تصعب. النجمة عليه يلعب مثل ما لعب بنادي الصفا، يكون عنده عدة حلول من بين الكرات العرضية، من بين التسديد من خارج المرمى، ومن بين أنه يصبر كمان ما يكون كتير مستعجل لحتى يسجل هدف. نعم، لأنه أوقات واحد بس يستعجل يصير في عنده نقص وراه فبتكون في مشكلة. على كل حال كلنا ناطرين هالمواجهة كتير مهمة. ليش؟ لأنه فريق النجمة عم يتصدر بفارق هدف واحد فقط عن فريق العهد، وبكرة العهد عنده مباراة مهمة جدا مع نادي شباب الساحل بصيدا. يعني بلشنا نشوف العهد والنجمة عم بيبتعدوا فرق 8 نقاط عن أصحاب المركز الثالث، يعني الإخاء والأنصار. كيف شايف لهلا الدوري بعد 8 مراحل وأنا نحن بالجولة التاسعة طبعا؟ ليك مثل ما بيقول المثل، اللي بيزرع بيحصد. يعني نادي النجمة ونادي العهد هن الناديين اللي كانوا أكثر، بالإضافة لنادي الأنصار ويمكن أقل شيء شوي نادي الأخاء. سيء الحظ بهالموسم كمان، خسر نقاط. نادي الأنصار عم بقدم مستوى كثير عالي، صح، أداء كثير عالي بس ما عم يتوفق. نعم، انا بتصور المنافسه حتضلها بين نجمة عهد نجمة، واذا الانصار قدر يرجع، لانه بتعرف في مواجهات مباشره بين نجمة عهد، وفي الانصار بده يلعب مع العهد ومع النجمه،
بس الخوف بانتظار نجمة انصار كمان الاسبوع الجاي او تتعادل مباريات منا كثير قويه. ف انا بتشكرك كابتن هيثم، بدنا نرجع لك اكيد على الهاف تايم نحكي شو صار باول 45 دقيقه. بدنا ننتقل هلا للزميلين شرب الكريم وفارس كرم بغرفه التعليق، بنستمع اكيد على تعليقهم لهالمباراه المنتظره بهالجوله التاسعه. نجمه راسك، تحية رياضية لكم مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان والعالم. عم نوصل للمرحلة التاسعة من دوري الفا للفوتبول، مباراة هي واحدة من عناوين هالمرحلة وعم تجمع الرسنج وضيفه النجمة المتصدر بالسباق إلى اللقب النجمة والعهد. اليوم النجمة أمام اختبار كثير مهم، صاحب 22 نقطة يلي خطف الصدارة بالأسبوع الماضي بفارق هدف، عنده هدف وحيد اليوم وهو العودة إلى بيروت بالنقاط الثلاثة أمام فريق كان عنيد دائما على أرضه. لكن الرسنج فارس الأمر الواضح أنه عم يمر بمرحلة انعدام توازن، السبب غريب، يمكن الغيابات الفنية، الغيابات أو الخيارات الفنية الموضوعة بين يدي المدرب رضا عنتر عم تأثر عليه اليوم. أيضا عنده غيابات كتير، رضا عم يقدر إذا فينا نقول يختار تشكيلة من أفضل اللاعبين اللي عنده، لكن